مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم في القراءة العامة لقراءة صحة الطالع والشمس وأيضا القمري أو أي من الكواكب موجودة عندك في برج الجوزاء، ولكن أنت يا عزيزي المتابع لازم تشوف القراءة وتقرر إذا تنطبق عليك ولا لا. هالقراءة عامة راح ننظر فيها إلى الجانب اللي يخص الحياة العملية، الحياة العاطفية بشكل عام بدون تفصيل، وأيضا في آخر القراءة نشوف ما هي المفاجأة اللي تنتظرك. نبتدي بجانب الحياة العملية ونشوف جانب الأموال، أموالك شلون راح تكون خلال هالشهر في برج الجوزاء. أوكي، 10 السيوف، هذا الكرت يقول لك إن أنت مقبل على المرحلة القادمة، احتمال بداية تبتدي عندك أمور المادة تتحسن، يزيد دخلك، راح يصير شيء إذا عندك بزنس أو عمل أو وظيفة يحسن دخلك. هذا 1. 2، ما في أي مجال إن أنت تبذر في الفترة القادمة، ما في مجال إن أنت تبذر، ما في مجال إن أنت تصرف في أي شيء ما له داعي، لازم تكون جدا حذر في مصاريفك، كل فلس راح يفيدك في الفترة القادمة. خلنا نشوف عقبها جانب الوظيفة للي منكم موظفين. اوكي، 5 السيوف، انت احسك راح تكون مميز في اعين رؤسائك في الفترة القادمة يا برج الجوزاء. في اشخاص ثانيين يحاولون ان ينافسونك، ياخذون مكانك، زين، يدعون ان انت في الوظيفه هني، يدعون ان جهدك وتعبك هو ايضا كان جهدهم، انهم شاركوك في التعب، ولكن لا تحاتي، في الفتره القادمه راح تكون انت مثل النجمه، انت واضح في انجازاتك في مكان العمل، ومالك ند، مالك احد ينافسك، وان حاولوا ينافسونك. اوكي، في نظر الرؤساء، في نظر الناس اللي أعلى منك، أوكي، مديرك في العمل اللي فوقه حتى، يشوفون مدى تميزك، ترى ما يحتاج تفكر أو تقلق حتى. خلينا نشوف جانب المشاريع اللي منكم عندهم بزنس أو يفكرون يدخلون بزنس. طاحوا كرتين ما باخذهم، أبي كرت واحد بس لجانب المشاريع لبرج الجوزاء. هاي 3 كرتات انقلبوا، باقي الكرتات ما باخذهم. برج الجوزاء في المشاريع عندك فارس النار، الشيطان، وكرت الامل. احس هني من خليط الاوراق ان في شخص كانما هني عندك الظروف حاليا تتمنى انك تتوسع في المشروع، اوكي، تتمنى حتى انك تدخل في شراكة، ولكن هاي الشراكة في الفترة القادمة ما راح تكون من مصلحتك، من مصلحتك ان انت تعمل منفردا، ان هاي الاشخاص اللي يبون يدخلون معك في شراكة او يتقربون منك، يعرفون اسرار مهنتك، اسرار تجارتك، راح ياخذون الاسرار ويبيعونها، اوكي، راح ياخذون تجربتك وينشرونها بحيث انه يكون في اخرين عشان يقلدونك. فهمت قصدي؟ ان انت هنا تمتلك شيء، مشروعك ابتدى يبين للناس في اعينهم، ابتدى يثير غيرة وحسد الناس، نجاحك العملي، مشروعك، بزنسك ابتدى يثير غيرة الناس، ففي ناس هنا يحاولون ان ياخذون قبس من ضوء النجمة، زين، يعرفون مثلا انت من وين تورد البضاعة، يروحون يحاولون ان يأخذون موظفينك، هاي النوع من الطاقة. اللي بعده خلنا نشوف جانب الدراسة عزيزي الجوزاء. هاي الكرت طار.
لازم هذا الكرت، كرت القمر برج الحوت. دراستك ماشية على أحسن ما يرام، لا تقلق، هذا الكرت يقول لك لا تقلق، لا تخلي الأمور اللي في اللاوعي واللي تكون أغلبها ما لها أساس من الصحة، المخاوف في الدراسة لا تخلي المخاوف تحركك. لما تحركنا النجمة إحنا هني نكون ملهمين، لما يحركنا القمر هني نكون خايفين من الغموض وخايفين من المستقبل. لا تقلق من المستقبل، هذا المفتاح لإبداعك ترى في الدراسة، أن أنت لا تقلق في بخصوص المستقبل، ولا تقلق أيضا بخصوص المدة الزمنية، متى راح أتخرج. زين، هني المتى، أحس أن المتى هي اللي تقلقك أكثر من يمكن النتائج نفسها. لا تفكر في المتى وايد، فكر أن أنت على الطريق الصحيح وراح تخلص في الوقت الصحيح. خل عندك إيمان أكثر من قلق. أوكي، خلينا نشوف الباحثين عن عمل. البحث عن العمل لازم طبعا مشروط بأن تدعمه بسعي، سعي جاد. أوكي، تبحث عن عمل وأتاك العمل، عمل جدا ممتاز، أحس أنه راح يكون في شيء يخص المبيعات أو في شيء يخص الترويج. إنزين، أنت مهمتك أن تأخذ هاي المنتج أو الخدمة وتعرضها على أكبر عدد ممكن من الكاستمر أو الزبائن عشان يشترونها، أو أنت احتمال حتى توصل الطلبات. هذا عمل جدا جيد، وإن كان مو أنت اللي تتوقع أو تنتظره، ولكن هاي الوظيفة اللي راح تأتي راح تصقل مهاراتك الأساسية عشان تنتقل للوظيفة اللي أنت تحلم فيها. حتى على مستوى البحث عن عمل ترى أنت بعد على الطريق الصحيح، ما يبي لك تغير ولا شيء، اقبل اللي موجود أمامك الحين لحد ما تأتي فرصة أفضل في الطريق، يكون على الأقل وقتها أن تكتب في السيرة الذاتية أن عندك خبرة سابقة. إذا ما عندك خبرة سابقة راح يكون أيضا صعب. أوكي، هذه هي الرسالة لك. خلينا نشوف الحياة العاطفية، توافقك مع الشريك بغض النظر أنتم منفصلين ولا مرتبطين. أوكي، عندنا ملك الأرض تتعامل مع برج ترابي، ولكن أحس أن هذا الشخص شريكك أو حتى الشخص اللي منفصل عنه يريد أن يعتني بك ماديا. إنزين، ما يبيك إن أنت تذهب ويكون عندك صير وظيفة واستقلالك الخاص. إنزين، أو حتى تبتعد عنه. في شخص هني دائما يحب يخليك في قفص ذهبي ويغلق عليك، يقولك مثلا راح أعطيك السكن اللي تحلم فيه وأغلق عليك الباب، ولكن مقابلة في شيء قاعد يأخذ الحرية. بالضبط، ثمانية الأكواب. يحاول يعوضك هذا الشخص عن، يعوضك بالمادة عن وجوده. يمكن أنت يا برج الجوزاء مريت بموقف معاه، أو أنت الشريك الثاني له، ما أدري. زين، ولكن هني في عندنا طاقة اللي يحاول يعوض وجوده هذا الشخص بالأموال، بالراحة المادية، بالخدم، بالحشم، بالسكن المريح، بالمواصلات. عرفت؟ ما أقدر يكون معاك طول الوقت يعطيك اهتمام، ولكن أقدر أعطيك مادة، طاقة جيدة لا بأس فيها. إنزين، بتقولون لي العزاب شنو لهم؟ العزاب ينتظروني في قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك إن شاء الله. خلينا نشوف الحين جانب الصحة. الساحر، هذا الكرت يقول لي إن العلاج الغير تقليدي، التداوي بالأعشاب، التداوي بالأكل الصحي، التداوي حتى بالمساج. أوكي، في أنواع مساجات علاجية راح يأتي بنتائج، لأن تسبب لك هني استرخاء، راح يأتي بنتائج. لا تنسى الطاولة، عندنا هني طاولة فيها عليها معدات، احتمال حتى حجامة، نوع من الحجامة. أوكي، راح تأتي بنتائج أفضل من الحبوب والدكتور والمستشفيات. دخلت المستشفيات
خصوصا اذا كان مرضك او تعبك مو جاد، مجرد تعب خفيف، فانت محتاج الى الشمس ومحتاج الى الحجامة، هاي النوع من الطاقة. محتاج انك تغير، محتاج انك تكون في الطبيعة، محتاج انك تاكل زين. في اشياء معينة الادوية وكثرتها ما تقدر تعالجك فيها يا برج الجوزاء. عدل في نظامك الغذائي ونظامك الصحي في اسلوب حياتك. خلينا نشوف الامور القانونية. طاحوا ثلاث كارتات. اوكي، سبعة السيوف. اذا عندك اي قضية تجاه عندك قضية في مثلا في النظام القضائي او مشتكي على احد مشتكي عليك، فانت محتاج في الفترة القادمة ان انت تجمع كل الادلة على كلامك، لان هنا عندنا كرت الحرامي. في شخص قاعد يسوي شيء انت تشوفه شاك فيه حاس فيه بس ما عندك دليل. ينقصك يا برج الجوزاء الدليل المادي الملموس، لان عندك شخص تتعامل مع شخص خبيث يعرف شلون يتملص من حتى حكم المحكمة، يعرف شلون يتملص من المسؤوليات المادية، يعرف شلون يتلاعب حتى لو مثلا طلعت الحضانة باسمك او طلع الحكم لصالحك، يعرف شلون يتملص. فمحتاج ايضا ان انت تبدع في هاي الطاقة، لان في النهاية هذه طاقة سيوف، طاقتك انت مو طاقة برج ثاني، انت تعرف تبدع في هاي المجال، حط بالك عليه. حاول يتملص من حكم المحكمة او ما يؤدي بافضل طريقة ممكنة، يتعبك، يرجع لك مثلا اموالك او الحضانة ولكن يتعبك. انزين الحين خلصنا من هذه الليل، خلينا نشوف شنو راح تكون طاقة التحدي امامك خلال شهر سبتمبر. شنو الطاقة اللي تحاول تستفزك؟ I won't cry for you. اوكي، احس هني ان برج الجوزاء امورك العاطفية خلال هذا الشهر انت راح تكون عاطفي اكثر من اللازم. انزين انا اشوف هذه قاعدة تبكي ولكن ما قاعدة تصيح دم، قاعدة تصيح دم وفي يدها قاعدة تقدم دموع، كأنه ما تحاول تداري. التحدي امامك خلال هذا الشهر ان انت يمكن تتكلم عن مشاعرك او تعالج مشاعرك ولكن بطريقة صحية. الكبت راح يأثر على صحتك، انزين مثل ما شفنا هنا راح يأثر على صحتك، انزين راح يأثر حتى على حياتك العملية. الاخرين راح يبتدون يلاحظون عليك ان انت فعلا موجود كل يوم وتعمل وتجتهد وما تغير فيك شيء، ولكن نفسيتك التحدي امامك ان نفسيتك لا تكبت وايد. اول ما تشوف شيء ضايقك عبر عنه بطريقة صحية، قول إنه ما عجبني الشيء اللي أنت سويته لأن حسيتي قليل من احترامي. اللي يعبر ما يصل إلى مرحلة كذي. أوكي، لا تكبت خلال هذا الشهر، واجه الناس ولكن مو تواجههم بصراخ، واجههم بكلام منطقي يطلع من القلب. أوكي، ولا تحاول تعطي وأنت فاقد، لا تحاول هني كأنما تأدي وأنت تعبان، هذا ايضا التحدي امامك. خلينا نشوف شنو الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال هذا الشهر. The Spirit Whisperer, Divine Guidance, Higher Knowing. انت تعرف الطاقة اللي راح تعاونك هي طاقة السيوف، طاقة المعرفة، طاقة الحدس. لما تحس ان الشخص الثاني يحاول يقص عليك، يستغلك، اوكي، يستفزك، انت على صواب. لا تشك في نفسك، انزين لا تشكك في حدسك. دائما اقول للكل بشكل عام، مو بس برج الجوزاء، لا تشكك في حدسك. لما يكون عندك صوت داخل يقول لك ان الشخص اللي امامك مو صادق مو وافي،
الشخص اللي امامك راح وجودك حوله هني احس في اشخاص حاول تتجنبهم خلال هذا الشهر، وجودهم حولك راح يكون بمثابة الاستفزاز، ابتعد عنهم. اوكي، ارجع الى مكان السلام في حياتك، مكان الهدوء، لان الجواب عندك انت، انت عارف. خلينا نشوف ما هي المفاجأة اللي راح تكون بانتظارك خلال. اوكي، كارت برج العقرب، الموت. احس هني ان بعد رجوعك من السفر راح تصير تغييرات كبيرة ايجابية في حياتك، راح ترجع على خبر زواج، حمل، اوكي، اخبار كبيرة، ترقية في الوظيفة، منصب جديد، انزين، بونس على ادائك الرائع في الوظيفة، انزين، اموال اكثر تأتيك وتتدفق بشكل مستمر. هاي نوع من الطاقة ان في شيء ضخم قادم في الطريق راح يباغتك، ولكن الجميل ان هاي الشيء ايجابي، ممكن يكون شيء لك انت او شيء لاحد تحبه. اوكي، يعتمد هنا من هو الشريك الرجل، يعني اذا كنت انت الرجل فاحتمال انه يكون حمل عند الزوجة. اوكي، حمل، وظيفة، سفر، ترقية كبيرة، ورث، اشوفه هني بعد احتمال حتى ورث، احد يتوفى ولكن الثاني يرثه ويرث الكثير من الاموال. اوكي.